السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ربنا ادى مصر مقومات كتير وخير كتير وارض مصر دي جواهر عطايا ربانيه لازم نحسن استخدامها لان زي ما هي ملك لينا هي ملك للاجيال اللي جايه امبارح فردت في البرنامج هنا للفوائد الكبيره اللي بتتحقق لمصر والنهارده عايز اتوجه بالتهنئه فعلا لاشقائنا في دوله الامارات العربيه على حسن التدبير والتفكير وتعظيم الاستثمار بره بلدهم زي ما عملوا جوه بلدهم حسن اداره الثروه شيء مهم وعظيم والاستثمارات الاماراتيه في مصر من سنين اتعملت بشكل يدل على حسن الاداره حضرت بنفسي التفاوض واقتحام الرخصه الثالثه للمحمول برقم وقتها كان غير مسبوق ناس كتير قالت عنه انه مستحيل يعوضوه ويكسبوا وعوضوه وكسبه بشكل مباشر وغير مباشر. المباشر معروف غير المباشر كان ان الوجود بشكل ناجح في دوله بحجم مصر وعدم مشت... عدد مشتركين زي مصر فتح اسواق تانيه في بلاد كتير. محدش يقدر ينفي قدره الشركه الاماراتيه على منافسه الشركه الفرنسيه والشركه البريطانيه بكفاءه. والتلاته ومعاهم الشركه المصريه ماشيين على قدم المساواه تقريبا بينافسوا بعض وبيحققوا اللي يقدروا يحققوه. شفنا استثمارات منتقاه عملت ارباح كبيره في العقارات سواء كانت في الساحل الشمالي قبل كده وفي المقطب واحنا عارفينها وشفنا استثمارات بعد كده في الزراعه في البتروكيماويات في البنوك في المؤسسات الماليه بتقول ان المستثمر الاماراتي ده صياد فرص ماهر لكن في نفس الوقت شريك أمين يحقق نجاح لنفسه ولشركائه النهاردة الحكومة المصرية بتشارك كيو الإماراتية في مشروع تطوير راس الحكمة وهي مطمنة أن الشريك أمين وقادر أن يوفر للشريك المصري حاجات صعبة تتعمل براه عشان كده عايز أقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم الشريكان رابحان 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 ما لم يتخاونا عشان كده نقول بداية جديدة إن شاء الله مبروكة بين الطرفين وإن شاء الله الشعبين يجنوا ثمارها ويبقى فيه أكتر صفقة تطوير راس الحكمة بقالها لها 48 ساعة بس يعني في تفاصيل كتير لسه ما تعرفتش ومن حق الناس إنها تعرفها مش عارف هل الفترة المتبقية قبل رمضان اللي هو فترة توقف مساء دي ام سي هتكون كفاية نغطي فيها كل الجوانب ولا لا لكن لو ربنا ادانا عمر ننقل لكم التفاصيل والبشارات الطيبة منها. مش معنى كلامي ان في اسرار مستخبية لكن معناه ان في ال وأربعين ساعة اللي فاتوا حجم الاشاعات كان قد ايه؟ فحجمها بقى تخيلوا خلال شهرين هيبقى عامل ازاي؟ أنا شخصياً مطمئن لأداء الدولة وأداء الشريك الشقيق لكن مش مطمئن للإشاعات في نفس الوقت أنت من حقك تعرف لأنها أرضك وبلدك واستثمارك وعوايدك وفايدتك وفايدة عيالك ومستقبلهم. تعالوا نتكلم بشكل مختلف وأكثر وأكبر مع صديق عزيز هو أمين عام مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج المهندس جمال الجروان اللي قال ان صفقه مشروع راس الحكمه اضخم صفقه استثمار اجنبي مباشر في تاريخ مصر والمشروع بياكد على توافر المقومات الاقتصاديه الجاذبه في مصر والقطاع الخاص الساعي لمشاركه جاده مع الحكومه في تنفيذ مشروعات تنمويه تحقق مكاسب للجميع وفرص تنمويه واستثماريه كبرى والمشروع مشروع راس الحكمه فرصه واحده بس من الفرص المتوفره في مصر